نعمة وسلام المسيح مع جميعكم. إلهنا إله حي، إله صالح، كل طرقه صالحة، بيهتم فينا، بيرعانا، عينه علينا، وبيعرف كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. واليوم أنا عاوز أشجع كل شخص بشاهدنا، ولسيما الكبار بالعمر. عاوز أقتبس آية من سفر إشعياء إصحاح 46 وآية 4، مكتوب: وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. هذا كلام الله. طبعا الله بقارن نفسه بالآلهة الأخرى، المقصود آلهة البابليين اللي هم يعني التشيف، رؤساء الآلهة مثل بيل ونبو. وعم يتكلم بالمقارنة انه هاي الآلهة التماثيل بيحملوها على ظهر الحمار، الحمار نفسه بيتذمر وبيتعب من حمل الآلهة. فالله بيقول لا، انا إله حي، الى الشيخوخة انا هو، انا احمل على الأذرع الأبدية يحملنا. فالله هو الذي يقود حياتنا، هو الذي يهتم بينا، بيعرف كل كبيرة وصغيرة، بيعرف أحزاننا، بيشوف دموعنا، وصدقني هو عارف كل شيء عنك وعني. إلى الشيخوخة أنا هو، هذا هو اختبار المؤمنين على عصر، على مر العصور والأزمان. المؤمن الروحي اللي بيختبر حضور الله في حياته يستطيع أن ينطق بهذه الكلمات، ويستطيع أن يشهد بكلمات الله التي قيلت: إلى الشيخوخة أنا هو. ولاحظ بنفس الإصحاح بيكمل بيقول: أذكر الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لا يفعل، قائلا: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. رأيي يقوم. أنا عاوز أشجع كل شخص بشاهدنا أنه كلمة الله لابد تتم. كتير ظروف صعبة حوالينا، سواء مرض الكورونا، الظروف اللي بنشوفها في لبنان، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في ليبيا، في شمال أفريقيا، في مناطق عديدة في العالم، وكأنه الأمر كأنه زمام الأمر فلت. لا، الرب بيقول إلى الشيخوخة أنا هو، ويقول أيضا رأيي يقوم. لابد أن تتم مشورة الله المحتومة، رغم أنه يعني واحدة من جمال لكنه معضلة في نفس الوقت. هو كيف نستطيع أن نناغم سيادة الله مع مسؤولية الإنسان، سلطان الله المطلق الكامل مع حرية الإنسان، يسيران جنبا إلى جنب باتحاد كامل. هنا الروعة وهنا الجمال. الله خلقنا بمنطق، بحرية الإرادة والضمير أيضا، نستطيع أن نفكر بشكل منطقي ونتخذ القرارات، لكنه يقول رأيي يقوم. إنه كل الأحداث من حوالينا تذكر إنه في إله حي، في إله صالح، في إله هو اللي بيتفاعل، هو اللي بيتواصل، في إله موجود، موجود أكيد رح يعمل كل شيء لخير ومنفعة المؤمن. عاوز أشجع كل كبار بالعمر، لا تخاف ولا تخاف من مرض. طبعا أنا لا أتكلم ضد الوقاية أو الحفاظ على والاهتمام وعدم الإهمال، لكن عاوز أقول إنه الرب معك، ما تخافش، رأي الرب رح يتم، وانت كمل بسلوكك مع الرب وخلي عينيك على الرب. كل هاي السنين اللي مكتوب الله رعاني، كل هذه السنين الله حتما رح يهتم فيه. فأنا بدعو كل مشاهد ومشاهدة، خلينا نرفع الكبار بالعمر، أهلينا العجايز الكبار يمكن معرضين للأمراض أكثر، ولا سيما في هذه الفترة الصعبة. أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح، لا تدنو ضربة،
ولا يكون وباء ولا مرض. وبصلي في اسم الرب يسوع شفاء وحماية كاملة وغطاء على كل شخص بشاهدنا. أنا بصلي أنه حتى كبار العمر يكونوا شهود حتى يخبر الجيل الآتي بأمانة الرب وصلاح الرب ومراحم الرب واختبارات حلوة خلال كل هاي السنين من خلال معاشرتنا مع الله وعلاقتنا معاه. الله بحبنا، الله بده الأفضل إلنا، الله بيهتم فينا. فخلينا دايما نكون في مركز مشيئته ومركز إرادته، وخلي عيوننا تكون مركزة على يسوع المسيح. بصلي يا رب أنك تبارك على كل شخص كبير بالعمر، لا تسمح لا ضربة ولا مرض، وكل شخص مصاب بأي مرض تعطيه الصحة الكاملة والشفاء الكامل في اسم الرب يسوع المسيح. وكل اللي بيشاهدونا مكتوب إن كان الله معنا فمن علينا، كلام الرب مكتوب وإلى الشيخوخة أنا هو الملازم، هو الرفيق، هو الصديق الألزق من الأخ، هو المحب، هو الراعي الصالح، هو اللي بيهتم في احتياجاتنا. ألم يقل الكتاب إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي إلى الشيخوخة أنا هو. الرب مش رح يتركنا حتى لو قامت الجبال وانقلبت في قاع البحار، الرب موجود، الرب حي، الرب حبنا. بصلي اليوم إن الرب يباركك وفعلا يزيد إيمانك، هيك تثق في الرب اللي بيقول لك أنا معك ومش راح أتركك للشيخوخة، وحتى على فراش المرض والموت هو راح يكون معك لأنه إله حي وبحبك. بصلي من كل قلب إنه الله يباركك اليوم، ومش بس يباركك، يوسع تخومك ويمطر عليك بركات من السماء على حياتك ويفيد عليك بكل نعمة وكل خير وكل بركة، وكل أهلك وكل بيتك يكونوا معافين مشفيين مباركين في اسم الرب يسوع. إذا هذا الفيديو لمسك كمان أنت اخدم معنا، شارك هذا الفيديو مع الآخرين، وإذا انبسطت منه أعطينا لايك حتى إيش نكون بتواصل وبعلاقة. ربنا يباركك ويكون معك.